طيب هذا الاستطلاع بث عبر جميع منصاتنا وشارك فيه كثير، يعني احنا قاعدين نتكلم مشاهدينا ومستمعينا عن آلاف من جنسيات مختلفة وأكثرهم سعوديين، ومن أبرزهم السفير الفرنسي لدى المملكة العربية السعودية شارك أيضا في هذا التصويت. وهذا أكيد حاجة يعني نعتز فيها، كثيرين فضلوا الصيف في المناطق الجنوبية الباردة مثلي أنا وحازم، وآخرون فضلوا أنهم يقضونها في المدن الساحلية جماعة الصيف مثل تغريد، أما فئة ثالثة فاختارت العاصمة الرياض، فيما ذكر بعض المشاركون إجابات ما توقعناها، قالوا فيها أنهم يقضون الإجازة الصيفية في مناطق مثل الربع الخالي وصامتة وطريف.